الحمد لله بعد ما تمحنت صافي وقفت غير شويه دغيا جا طاكسي. السلام عليكم خوتي خواتاتي الميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش تعاودوا؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وانتم تشاهدوا هذا لا فيديو يلقاكم ان شاء الله في احوال طيبه وصحه جيده. فيديو جديد ونهار جديد، صيبنا الفطور، فطرت دابا لبس جلابسي، غدا نخرج للسوق. انا السوق ما كنتش باغا السوق نمشي ليه الصباح بكري، قلت دابا محدي باقا ما لقيتش خدمه، دائما نمشي حتى الوحده ولا ديك الوحده ونص ترخف شويه الخضره، ولكن اليوم عندي واحد الحاله خاصه، لحقاش عندي اليوم واحد الغرض، راه كلشي ان شاء الله غدا نشاركه معكم في الفيديو. راني دابا غدا نمشي للسوق دابا تسعود، شكرا وشكرا على الحب ديالكم ليا، وشكرا على داكشي اللي تديروا عليا. مهم نخليكم مع الفيديو، وإلا عجبكم راه خليو ليا الاراء ديالكم في التعاليق، ما تنساونيش من اللايكات وما تنساونيش من البارطاج. دابا راه عاده فاش محتاجه لكم دابا بالبارطاج وبالمشاهده. مول كروسة سنة جيت عرقانة يا ربي السلامة، راه كاين الحرارة، صافي الصيف دخل شهر 8 وصل. هاني جيت دابا من السوق، تقديت شويه ديال الخضره، المهم تقديت داكشي بالزربه، المهم داكشي اللي قسم الله. راني الجو ما جاتش اللحم، ما جات الدجاج، لحقاش باقي عندنا شويه ديال اللحم وشويه ديال الدجاج في الثلاجه، جبت غير شويه ديال الخضره وجبت الخبز، كما كاين واحد الخبز يشهي، انا غنجيب لكم تشوف بيزات يشهي. صافي جبت جوجات وجبت شويه ديال الخضره، الخضره راه شويه مهم. دابا هاد الصباح دايره بطاطا 50 ودير خيزو 50، مطيشه حتى هي دايره 50، البصله دايره 60، اشنو ثاني يا رب، شنو نسيت، الدنجال واقيلا داير 80، جبت انا غير نص كيلو، جبت نص كيلو ديال السلاوي واقيلا داير 120، شنو هاد، صافي جبت نص كيلو ديال الباربا، حتى نبغي نطحنها نديرها عصير، الا ما كانت شي حاجه باش تدوز ما تدوش لها الماكله، ضروري تتبغي شي عصير. صافي المهم هادشي اللي جبت، هادشي اللي جبت هاد الساعه، وجبت شويه ديال الخضره ديال الكسكسو مخلطه، شويه القرعه وشويه ديال اللبس وهذا، والقزبر والمعدنوس. دابا تقاد الحوت تندبر على خدمه ونرجعوا نشريو الحوت. المهم دابا راني غدا نخربق شي حاجه للغدا باش نتغدى، باش ان شاء الله نخرج. ودابا الاخوان راني تغديت، كاين شي غدا مع 11:30، تغديت مع 11:30، ما قديتش ناكل، كليت غير شويه داكشي اللي قسم الله باش ما يجينيش الجوع ملي نخرج. المهم سويكي هنا هزيته معايا، هزيت فيه داكشي اللي خاصني، ودابا ان شاء الله غدا نخرج غدا الجديده. البلاصه اللي غدا ليها دايرين ليا موعد مع 3:30. السلام عليكم والمهم الاخوان غدا نوض نمشي الطريق، تابعني الطريق وهدتم معايا في الفيديو. الحاجه اللي درتها راني نشاركها معاكم، راه العائله ديالي الثانيه ما تنخبي عليكم حتى شي حاجه. يلا امي هنا مشيت. امين 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 امين. ها انا مشيت امي، امين يا ربي امين.
امين امين يا الله، الله يعاونك تصح. امين يا ربي العالمين امين. يا بسم الله توكلنا على الله. جديدة ها؟ شحال؟ ها؟ 600 ريال. 600؟ بارك لا هي اللي كاينة في الدار 800 في القاع. دابا الباب يا بسم الله توكلنا على الله. ودابا راني ركبت في الطاكسي الحمد لله بعد ما تمحنتش. صافي وقفت غير شوية دغيا جا طاكسي. وهنايا راني وصلت الجديدة، وصلت قبل الوقت، وصلت مع الجوج. انا اي بلاصة مشيت ليها تنبغي نمشي بكري. صافي ملي وصلت قبل الوقت غدا نبقى واقفة تمايا نتسنى حتى توصل 3:30. قلت علاش لا ما نمشيش نجيب دويرة حدا البحر، منها نفوش شوية ونتنفس، منها نضيع الوقت توصل ديك 3 عاده. فاش نمشي بشويه بشويه ثاني تنوصل مع 3:30، نجيبها مع 3:30. صافي هنايا راني هبطت حدا البحر، عجبني المنظر، بقيت ندور هنايا. انا الصراحه من العشاق ديال البحر ومن العشاق ديال الطبيعه، تتعجبني بزاف الطبيعه، تلقى فيها راحتي وتيعجبني البحر. راكون كان عندي الوقت راني نبقى جالسه كثار. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. ودابا راني كملت الشغل اللي جيت على قبله هنايا الجديده، وراني ركبت في الطاكسي غادا نمشي دابا للدار. بالنسبه للشغل اللي جيت على قبله هنايا الجديده، راه نتوما مهم، راه نتوما عارفين المشكل اشنا هو ديال الخدمه. صافي كان عندي مقابله هنايا عند مفتي الشغل، هي اللي جيت على قبلها كانوا دايرين معايا مع 3:30 باش نجي. هاني جيت للدار، راني يلاه دخلت غير دابا شويه، شي نص ساعه باش دخلت. مهم بدلت حوايجي، غسلت وجهي، رجعت فيا شويه الروح، لحقاش راني وصلت الديخه كما شفتوا معايا. راني ضليت نهار كله انا خارجه في الشمس، وانا من النوع اللي من النوع اللي ما تنخرجش انا في الشمس بزاف، ما مولفاش الشمس بزاف. مهم ملي تنخرج فيها تجيني الدوخه، ومع الطريق جيت في الطاكسي وجات وجيت راكبه لقدام، جات ضاربه فيا الشمس. صافي وصلت الديخه، ما نقولش لكم دابا راسي راه تيدير ليا بحال هكا. المهم الحمد لله، الشكر لله، جات من عند الله، مرحبا بها، احمد الله ونشكره. والغرض اللي كنت مشيت على قبله الجديده، راه كما قلت لكم راني مشيت عند مفتي الشغل، هذا هو الغرض اللي مشيت على قبله اليوم. مهم راني مشيت قضيت داكشي اللي خاصو يتقضى،
ودابا هاني جيت للدار غادي نقول لكم بالسلام عليكم. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم وهذا هو النهار ديال اليوم. الا عجبكم راه بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم العائله ديالكم. ما تنساونيش من اللايكات وخليوا لي دائما الاراء ديالكم في التعاليق. يلا بالسلام عليكم. بقيت قديت نهضر صافي الدوخه هكا.